بلاتفورم او ابلكيشن بيماتش اتنين، بيوصل ما بين اتنين، كابتن من ناحيه والعميل من ناحيه. تمام، ده انت ليه ربطت الزياده بتاعتنا بالتعويم؟ هي ما كانتش ليها علاقه بالتعويم، احنا دايما بنزود في مناسبه واحده بس اللي هي زياده اسعار البنزين. ليه؟ لان بقى في حد الاقتصاديات بتاعته مش ماشي، هيختفي، هيخرج بره الصناعه. حضرتك فاكر ان بعد التعويم على طول مباشره كان في اول زياده حصلت في البنزين؟ بالظبط، ما احنا عشان كده زودنا مع البنزين. بعد كده حصل زياده بنزين لسه قريب، مالهاش علاقه التعويم، ما حصلش فيه حاجه، بس حصل زياده بنزين، مضطرين نزود. ليه تاني؟ لان الكابتن اللي سايق عربيته هنا اقتصاديات الشغلانه لو ما بقتش مناسبه ليه هيعمل ايه؟ هيختفي. تمام، لو اختفى خلاص الصناعه، الايكو سيستم باظ، السيستم كله باظ. فلازم ده يبقى اقتصاديا الموضوع مفيد بالنسبه له. فانا مضطر دايما اعلي، انا مش بعلي بمزاجي، انا دايما مضطر اعلي مع زياده البنزين غصب عننا. فانت بتقول لي هزود تاني، لو حصل اي زياده بتاثر على الشخص اللي هو اصلا بيقدم الخدمه مضطر، الا لو الاقتصاد بتاعت الزياده دي ما اثرتش عليه. يعني لو حصل زياده ضعيفه وهو اقتصاديا ما تاثرش خلاص. طب هي يا فندم الزياده دي لو احنا حسبناها بلغه السوق او البيزنس، هي زودت تكاليف التشغيل بتاعت المنظومه كلها قد ايه؟ يعني اكيد انتوا حاسبينها في نسبه معينه على حسب كل زياده، بس دايما دايما بتبقى بتحسب بشكل مباشر بزياده البنزين. يعني انت لتر بيكلفك كام في الرحله، فانا مضطر اللتر زاد قد ايه، فمضطر ازوده اكس. في متوسط نسبه معينه انتوا حاسبينها او تاخدوها على حسب، مره الاسعار تزيد 5%، مره تزيد 10%، مره تزيد 4%، ما هيش ثابته لان انا ما بعملهاش قاصد. هي دايما بشوف البنزين زاد قد ايه في الرحله، زاد قد ايه بنزين، وبالتالي السعر لازم يزيد بالنسبه دي عشان الراجل اللي هو بيشتغل على عربيته يحس انه اقتصاديا كسبان فيضطر فهينزل يشتغل. لو ما كسبش مش هينزل يشتغل. هل الزياده طبعا بتاثر على العميل؟ طبعا بتاثر على العميل، بس في الاخر العميل برده زي ما بتاثر عليه الزياده، هو بيأثر عليه انه يجي يفتح الابلكيشن يلاقي عربيه. لو الناس دي ما اشتغلتش هيفتح الابلكيشن مش هيلاقي عربيه. فهو في النهايه انت عمال بتحاول تخلق معادله، بالظبط، تخلق البالانس ما بين التوازن ما بين الطرفين.